في خطوة هي الأولى من نوعها في مدينة جرابلس. كرم مكتب الخدمات في المجلس المحلي لمدينة جرابلس عمال النظافة ورجال الإطفاء العاملين في المدينة، وكان حفل التكريم في مدرسة أحمد سليم الله وسط المدينة. نحن عمال نظافي بجرابلس، نحن اليوم تفاجأنا بالمجلس، حفل بالمجلس عاملنا يا كونا نحن عمال نظافي بجرابلس، والله يجزيهم الخير يا رب، وزعونا هدايا هيك أي مليحة الحمد لله، يعني بسيطة شوي بس الحمد لله رب العالمين مليحة. حضر التكريم شخصيات عسكرية وقيادات في الجيش الوطني السوري وجميع الفعاليات المدنية في المدينة، وبلغ عدد المكرمين 80 عاملا، منهم من سكان مدينة جرابلس الأصليين، ومنهم مهجرون من محافظات أخرى كدمشق وحمص ودرعا، ووزع على المكرمين جوائز رمزية. الهدف من الاحتفالية هو تسليط الضوء على العمل الكبير الذي يبذله العمال، ولا يمكن أن نسميهم إلا الجند المجهولين المحافظين على نظافة المدينة. المسؤولون عن الحفل قالوا أن هذه الخطوة جاءت بهدف تقديم التقدير والاحترام للعاملين في قطاع الخدمات، مطالبين باقي المجالس المحلية باتخاذ خطوات مشابهة للحث على استمرار العمل الخدمي وتطوره. خطوة يراها الكثيرون تستحق التطبيق في كافة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة لتكون دافعا لتقديم خدمات للأهالي. بدر كشك حلب، اليوم مدينة جرابلس.